بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا الآن حابب خاطب العالم ككل وأهلنا وأخواننا في الجزائر بشكل خاص. إلى الآن هذه أول اتفاقية نبرمها مع شركة تيزي لابا الجزائرية فيما يخص العلوم الصيدلانية. طبعا هذه الاتفاقية نصها كالتالي: بغية تطوير البحث العلمي التطبيقي في المجالات الصيدلانية الطبيعية. جاءت هذه الاتفاقية لتجسد رغبة الطرفين في تفعيل البحوث العلمية المتخصصة في الأمراض المزمنة. الأطراف: عقد هذا الاتفاق بين الطرف الأول اتحاد الجامعات الدولي المرخص تحت رقم 5827 مقره اسطنبول تركيا، ممثلا برئيسه دكتور محمد خير الغباني. الطرف الثاني تيزي لابا المرخص تحت رقم 5011-3369 A16-16-2000 في الجزائر، الممثلة من طرف نائب المدير العام أستاذ اسكندر فوزي. اتفق الطرفان التعاون العلمي البحثي في مجال التطوير الصيدلاني للمنتجات الطبية المضادة للأمراض المزمنة، تطوير الشراكة من شراكة علمية إلى شراكة استثمارية لمنتجات البحث الصيدلاني، عقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية في مجال الإنتاج الصيدلاني وتطويره داخل الجزائر وخارجها، السعي لتوسيع مجال البحث في المنتجات الصيدلانية والشبه الطبية بين الطرف الأول والطرف الثاني، مع سعي الطرف الأول لتأمين مخابر عند الجامعات اعتماد بحوث مشتركة تعالج أخطر الأمراض. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. ولي رسالة أوجهها إلى أهلنا في الجزائر، أو رسالتين بالأخبار. الرسالة الأولى: كل الأخبار التي تقال من الأمس إلى اليوم عارية عن الصحة، إلا الأخبار التي تقرؤونها على صفحة الاتحاد أو على موقع اتحاد الجامعات الدولية. غير هذه الأخبار لسنا مسؤولين عنها وليس لنا علاقة بها. من الأمس إلى اليوم جاءت مئات الرسائل عن أخبار لم نتكلم بها، لم نعلن عنها، لم نتطرق إليها. فنرجو الدقة من خلال صفحتنا في اتحاد الجامعات الدولي. المسألة الثانية التي أريد أن أتكلم بها: كيف لا ندعم باحث عربي جزائري مسلم وبحثه وعلاجه ودواؤه مرخص من وزارة الصحة في الجزائر؟ هذا نحن أولى به، نحن أولى بدعمه. لماذا هذا الحرب على الباحثين العرب؟ هل بالضرورة أن يكون الباحث بروفيسور أو دكتور؟ يمكن يكون الباحث طفل صغير ويدعم من أكبر الجهات العلمية ومن أكبر المناصب. وغدا إن شاء الله عندنا مؤتمر صحفي سنعرض فيه فيلم عن الباحثين العرب الجدد الذين يعيشون معنا وكيف يدعمون من رأس السلطات، مثلا في الولايات المتحدة كما دعم هذا الطفل الصغير الفلسطيني في الولايات المتحدة من رأس الهرم، من أوباما، من رئيس أمريكا. نحن أولى في الدعم، وخصوصا القرآن الكريم رغبنا في البحث العلمي وأمرنا بالبحث العلمي لنواري سوءاتنا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى عندما قتل قابيل هابيل: وبعث الله غرابا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليواريه سوءة أخيه، يبحث. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالبحث لنواري سوءاتنا من علاج، من أمراض. فادعموا أبحاثكم وادعموا باحثيكم فهم أولى. وأنا أريد أن أوجه رسالة شكر للباحث توفيق زعابر الذي يتحمل ويصبر على إزاء المفترين، وله الأجر. أيضا لم يقبل أن يأتي إلى تركيا
كي لا يكون فريسة عند بعض المتكلمين وبعض وسائل إعلامية المحاربة لباحثينا أنه خرج من الجزائر أو أنه ترك الجزائر، فبقي في الجزائر صامدا ومتشبسا بدولته. وأريد أن أشكره وأشكر الشعب الجزائري وأشكر العقل الجزائري وأشكر الدماء الجزائرية التي سالت ضد الاحتلال وضد الغزو. وأنبهكم من الغزو الفكري فهو أشد شراسة من الغزو الحقيقي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.